هنبتدي بايه؟ اخبار الجو معاك ايه اليومين دول؟ لا واضح بصي، عليك مصيفه شفت خلاص. بقى؟ ايوه خلاص خلاص كده، الجو جميل النهارده. يعني ايوه انا النهارده نازله بطقم صيفي جميل، طقم صيفي جميل وشعر حلو. شايف؟ مش شايفه؟ شايفه؟ شياكه شياكه مش يعني اي اخر دلع. كده، هتخليني اتغر. تغري براحتك، حقك يا رحوب. والله بجد، انا النهارده يا جماعه نزلت، يعني الجو النهارده كان تحفه الفجريه، والحمد لله الشمس ساطعه، ايوه يعني يا رب تفضل ساطعه دايما. يا رب. تعالوا بقى يلا بينا نشوف البيان بدرجات الحراره، ولازم ناخد بالنا بدرجات الحراره ونشرب ميه كتير يا جماعه، علشان الارتفاع في ارتفاع في درجات الحراره، وبرده ناكل حاجات صيفيه بقى، زي حاجات ايه؟ صيفيه الحلوه بقى. تفتكري ايه؟ فاكهة، فاكهه. ايوه، العصائر. العصائر، كل الحاجات اللي هي الايه، قولي لي غششيني ايه اما تاني؟ هي العصائر زي ما انت ايوه قلتي، الفاكهه، البطيخ، ايوه صح. من الحاجات دي فاكهه صيفيه اصلا، فاكهه صيفيه ومليانه ميه كتير وفيها الياف كتير، فدي حاجات حلوه. الكنتالوب، شطارة، اخر شطارة. كل الحاجات دي يا جماعه فعلا هتخلينا شبعانين، مش بس الصبح، ده ممكن كمان يبقى بالليل ساعه العشاء، وممكن كمان ما نتعشاش خلاص لو نظامك عايزين. الغذائي مع رحمة يعني خالد. بصوا، انا عامله لكم تعالوا نظام نشوف حلو اهو، البيان ونرجع يلا لحضرتك بينا. تاني. والتغيير في الجو ده طبعا، بس اهم حاجه زي ما رحمه قالت كده، نخلي بالنا ما نقفش تحت اشعه الشمس المباشره، نخلي بالنا من السوائل، ميه كتير. يعني بالنسبه للسوائل مش بس عصائر او مثلا شاي وقهوه بس، لا يعني الميه مهمه، الحاجات اللي فيها يعني ميه كتير زي الفواكه اللي مليانه ميه، دي حاجات بترطب على درجه حراره الجسم. نلبس الملابس الواسعه الفضفاضه، ده من شانه برضو ان هو يرطب حراره الجسم بشكل كبير جدا، خاصه في ارتفاعات احنا بنشوفها يعني بالنسبه لنا او بعض الناس كده بيشوفوها مفاجاه بالنسبه لهم، ما بيبقوش عارفين حتى يعني نخفف ولا نتقل. لا احنا شايفين دلوقتي انه مع في ظل الموجه الحاره دلوقتي المفروض انها تستمر يومين ثلاثه معانا، نخلي بالنا من التقلبات الجوية في الفصل الانتقالي بالنسبة لنا كلنا قبل الفصل الصريح اللي هو خاص بالصيف. وصباحكم زي الفل.